أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حصر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور